هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من محافظة المنوفية. فيها تم تمويل 11 مشروع ب 8 مليون جنيه خلال شهرين ضمن مبادرة مشروعك. أما في بورسعيد فتم انطلاق المرحلة الثانية لزراعة الأشجار المثمرة في بور فؤاد. في القليوبية كمان تم صرف 2 مليون جنيه مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية. وفي الوادي الجديد تم توجيه إنذارات للشركات المتأخرة في سداد مستحقات الدولة. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في المنوفية أعلنت المحافظة أن فرص العمل اللي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك خلال شهري إبريل ومايو بلغت 31 فرصة عمل بنطاق المحافظة من خلال تنفيذ 11 مشروع بتمويل ما يزيد عن 8 مليون جنيه في إطار دعم خطة الدولة في مجال تشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة. في بورسعيد أعلنت مدينة بور فؤاد انطلاق المرحلة الثانية لزراعة الأشجار المثمرة بنطاق المدينة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة في ضوء جهود الدولة للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع لتحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية. في الإسكندرية استقبلت حديقة الحيوان على مدار 3 أيام من عيد الأضحى 29,000 زائر، وارتفع في ثالث أيام العيد أعداد الزائرين عن اليوم الأول والثاني ليصل ل 15,000 زائر، بعد أن استقبلت في يومها الأول ما يقرب من 4,000 زائر وفي اليوم الثاني 10,000 زائر. في البحر الأحمر استقبل مطار الغردقة ومرسى علم الدوليين قرابة 17,000 سائح من مختلف الجنسيات، وبيأتي ذلك ضمن 143 رحلة طيران بيستقبلهم المطار خلال الأسبوع الجاري منذ السبت الماضي وحتى يوم الجمعة المقبل. في القليوبية أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي أنه تم صرف ما يزيد عن 2 مليون جنيه ما بين مساعدات مالية وتيسير زواج يتيمات، بالإضافة لنصف مليون جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية من المطلقات والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض العضال. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة عن توجيه إنذارات للمستثمرين والشركات المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة بسرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونات المستحقة تفادياً لاتخاذ إجراءات السحب طبقاً لشروط التعاقد.